إلى آخر المستجدات الميدانية التي لاقت صدى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نشرت وسائل أعلام إسرائيلية صورة أحد قادة كتيبة جنين من داخل مستشفى هداسة عين كارم في القدس ليتبين أنه لا زال على قيد الحياة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قد قتله قبل 4 شهور. هذا ما تداولته وسائل أعلام فلسطينية أيضا مقطع فيديو مصور يشير إلى أن هذا الشخص الظاهر في هذا الفيديو هو الشاب وسام الحنون الملقب بأبو وطن أحد قادة كتيبة جنين، موضحا أيضا إلى أن الاحتلال أعلن عن اغتياله واستشهاده أيضا منذ 4 شهور، وهو الآن على قيد الحياة ومتواجد أيضا في أحد مشافي القدس. مباشرة للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالسيدة كفاح عموري والدة المصاب وسام حنون من مدينة جنين. سيدة كفاح، أهلا ومرحبا بك معنا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم ويسعد مساك ومساء السادة المستمعين. أهلا فيك. يعني إحنا اليوم بنحكي عن بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي باغتيال ابنك وسام بعد 4 شهور من تلقيك هذا الخبر. بالأمس تلقيتي خبر أيضا بأنه ما زال على قيد الحياة ومتواجد داخل مستشفيات الاحتلال في الداخل الفلسطيني المحتل. خلينا نحكي بداية عن لحظة تلقيك الخبر. بالبداية أنا الرحمة للشهداء والشهداء للجرحى، وفك الله قيد جميع أسرانا يا رب العالمين إن شاء الله. اللي صار معنا هي عبارة عن معجزة، يعني ربنا أكرمنا والحمد لله رب العالمين أنه تسرب الفيديو اللي تبين فيه أنه ابننا ما زال على قيد الحياة. يعني إحنا تلقينا الخبر بالبداية يعني من بين صح وغلط وهو ومش هو، ويعني هو مجرد فيديو تسرب، بس بعد التدقيق بالفيديو ويعني أنا كأم بعرف كيف جسم ابني وبعرف كيف شكله وبعرف ملامحه، مباشرة تعرفت عليه وحكيت من بلا هو هذا ابني وسام حنون أبو وطن، هو بعده على قيد الحياة. فهو من يعني مبارح صار 4 شهور على تاريخ اغتياله، والجيش الإسرائيلي هو تعتم أو تكتب على الموضوع، ما نعرفش شو السبب، يعني ليش هيك عملوا، يعني ليش هيك عملوا فينا، تكتموا على وجوده بالمستشفى. وبعد المدة هاي يعني انه نتلقى خبر انه ما زال، هي صدمة ومعجزة يعني حسوا فيها كل العالم، يعني مش بس احنا في مخيم جنين، يعني الضفة كاملة، حتى اهل غزة، اهل لبنان، اهل الاردن، الكل يتصلوا، يعني مصدومين الناس انه شو اللي كان بصير، صحيح الخبر او مش صحيح. فاحنا لحد الان من مصادر رسمية ما تلقينا اي تأكيدات، ولكن احنا من الامور اللي بتتسرب لنا من داخل مستشفيات الاحتلال بتاكد لنا انه ابننا ما زال على قيد الحياه. يعني المعلومات كمان اللي وصلتكم بخصوص وضعه الصحي، هل في معلومات جديده؟ والله المعلومات الاخيره اللي وصلتنا انه عنده عده اصابات، يعني هو عنده اصابه بالرقبه، عنده اصابه بالبطن، وعنده اصابه بالرجل. يعني هاي المعلومات اللي حاليا بتوصلنا مش من مصادر طبيه مؤكده، ولكن من اشخاص يعني بتوصلنا بطرق معينه. يعني فحد الآن إحنا ما عندنا أي معلومات كافية عن وضع الطبي. إحنا حطينا محاميين وناشدنا أعضاء الكنيسة وناشدنا المنظمات الحقوقية، فالكل بوعدنا إنهم رفعوا كتب وتقارير لوزارة الدفاع الإسرائيلية. نتقبل إنه بكرة يكون في جواب، إنه حدا يقدر يدخل ويتضمن ويجيب لنا المعلومات الأكيد إن شاء الله. ومن هون كنت يعني بدي أسألك عن المجريات القانونية اللي حتقوموا فيها بعد هذا الإعلان. يعني هل هناك أي مجريات باشرتوا فيها أو يعني حتستمروا فيها؟ هل طبعاً هناك طبعاً. أي تواصل من جهات مسؤولة رسمية؟ طبعا إحنا يعني من بداية ما تلقينا الخبر مباشرة يعني حكينا مع عدة محاميين من الداخل، حكينا مع الأخوة في قيادات السلطة الوطنية المسؤولين عن أمور التنسيق، وحكينا مع أعضاء من الكنيسة، وحكينا مع عدة مصادر ومع الصليب الأحمر. فالكل بيشتغل على الموضوع، يعني هم عملوا تعتيم وعملوا حاصر المستشفى وزاد عدد الحراسات، ولكن لا احنا راح نضلنا نحاول يعني بمساعدة المحاميين، انه لا بما انه المحاميين رفعوا كتاب انه تم تشخيصه انه وسام حنون بعد على قيد الحياة، ومن حقنا انه نطالب بحمايته. فاحنا بنستنى ردود بس من كل المنظمات اللي احنا رفعنا لها، في وعودات بكرة ان شاء الله بتجي تأكيدات وانه نطمن بشكل افضل. يعني خلينا كمان من هون نسمع رسالتك ومطالباتك اليوم لكل هاي الجهات الرسمية والمعنية، لحتى إنه توصلكم في الآخر يعني طريق الاطمئنان على ابنكم. طبعا أنا من خلالكم بناشد كل المنظمات الحقوقية، منظمات حقوق الإنسان،
بناشد كل المحاميين، بناشد كل العالم، المنظمات الأجنبية، المنظمات الأهلية، إنه هاي قضية رأي عام. يعني مصاب وأسير، يعني أهله عاشوا لحظات استشهاده واستشهاد أخوه، يعني عشنا لحظات حزينة جدا، والمخيم افتقدوا، الناس كلها افتقدت، وانتو هو موجود، يعني انتو بتخبوه عن اهله. يعني انا بناشد كل حقوق الانسان، وكل انسان عنده ضمير، وكل انسان بقدر يتدخل بهذا الموضوع، انه يحاول يوصل لابننا ويطمننا عنه داخل مستشفيات الاحتلال. يعني كمان خلينا نحكي شوي عن أهل جنين وأهل مخيم جنين على وجه التحديد. يعني ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الخبر والفرحة اللي صارت في المخيم، وأهالي المخيم صاروا يحكوا إنه ارتدت الروح ورجعت الروح لهذا نعم المخيم. خلينا نحكي عن هاي الفرحة اللي شعرت فيها وردود الفعل من المواطنين في داخل مخيم جنين. يعني الفرحة ما بقدرش أوصف لكم إياها، أكيد الكل شاف على مواقع التواصل الاجتماعي إنه إحنا مخيمنا حزين، يعني فقدنا خير شباب المخيم بالفترات الأخيرة. الناس يعني كلها حزينة، الأطفال، النساء، الكبار بالعمر، كل الناس حزينة. فكانت الناس هيك بتتمنى إنه يسمعوا خبر يرجع الفرحة لقلوبهم، وربنا بعث لنا الخبر هذا بالوقت المناسب. فلقيت الناس يعني وكأنها احتفالات العيد. يعني أنا لما وصل الخبر كنت بالجامع، وصلت المخيم، لقيت الناس مسيرات وهتافات، والناس يعني طالعة من بيوتها وبتهتف ومبسوطة. فيعني تحكي إنه الناس كانت مستني بس إنه حدا يرفع معنوياتها أو حدا يعطيها خبر. فكان هو يوم عيد بالنسبة لأهل المخيم ولأهل الضفة كاملة، يعني حتى أهل غزة رغم كل المصاب اللي فيهم فرحوا ووزعوا الحلو كمان. وفي الجزائر كثير ناس حكوا معي من الجزائر، من تونس، من كل الدول، يعني كل الدنيا انبسطت بعودته للحياة، لأنه هي عبارة عن معجزة صارت في زمن ما فيش فيه المعجزات، والحمد لله رب العالمين. أكيد يعني خالتو كمان بنحب يعني نرجع نذكر المستمعين والمشاهدين بالمجزرة اللي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبل 4 شهور، واغتياله أيضا لي يعني بحسب ما ادعى لي وسام، وأيضا أخوه كمان يعني ارتقى شهيد، ورحمة لإلكم، وعن مع كمان يعني شبان من داخل مخيم جنين. طبعا المخيم الجنين بيتعرض يوميا لاجتياحات من قبل الاحتلال، يوميا احنا عندنا شهداء، يوميا عندنا جرحى، يوميا عندنا اصابات، يوميا عندنا تدريب للبنيه التحتيه. يعني الاحتلال بيدخل المخيم بشكل يومي. يعني في شهر 10 30 10 السنه اللي فاتت استشهد ابني وئام، واستشهد معاه كمان 10 شهداء. يعني كانت عمليه اغتيال وتصفيه 6 رصاصات، يعني اخترقت جسم وئام. وبعد يعني ب 29/11، يعني شهر تقريبا بالضبط من استشهاد وئام، صارت عمليه الاغتيال لاخوه ابو وطن والمرحوم محمد زبيد النش. تم استدراجهم لمنطقه عندنا بالمخيم اسمها حاره الدمد، وهناك كان في كمين، اوقعوهم بكمين واشتبكوا الشباب معاهم وتم تصفيتهم. ولكن احنا ما حدش كان موجود بالمنطقه هذيك يعرف التفاصيل من السكان كانوا مخيمين المنطقه، عشان هيك احنا ما قدرنا نعرف تفاصيل بالضبط شو كانت الاصابات او كيف لما اخذوهم. يعني هم اخذوهم بالجرافات وبعدين حملوهم بالجبات واخذوهم، فالطريقه اللي قتلوهم فيها او الاصابات ما كان عندنا اي فكره، لانه ما كانش حدا متواجد بالمنطقه ياكد لنا بالضبط شو صار. لا احنا لا تخبرنا من الارتباط بعدين انه تم اغتيال هذول الشخصين. يعني وحتى الرحمة حكوا انه للشهداء. تم كمان في 2 تحت الانقاض دوروا عليهم، وطلعت الناس دورت وما كانش في كمان ناس تحت الأنقاض. يعني رحمة لشهدائنا والشفاء أيضا لجميع جرحانا، والحرية لأسرانا أيضا في داخل سجون الاحتلال. شكرا لك على هذه الفائدة وهذه المشاركة. أيضا كنت معنا عبر الخط الهاتفي سيدة كفاح عموري، والدة المصاب وسام حنون من مخيم جنين. شكرا لك. شكرا لكم جميعا. شكرا لك.